الخير عليكم، نهاركم مبروك. اليوم جبت لكم غوسات بزاف سهله، يعني راكم متعودين ديروها، صوف كاين يتصدق لها وكاين ما تصدقلهاش. هي بطبوط، ياك معروفه بطبوط صالي تفرصوه بان فاخس، سينو قادرين ما ديروهش ما ديروهاش لافاخس وتقدموه كيما نقولوا حنا مطلوع. الوغ اليوم ان شاء الله انا غادي ندير الحبه شويه كبيره، ماشي بطبوط ميني بطبوط، شويه كبيره. وصدقوني صدقوني انا درتها صافي دو جوغ، تلموني عجبتهم في الدار قلت نبارطاجيها معاكم وغادي ندير لكم فيديو. pour la pâte نحتاجو فنجان، هذا نعبرو به، نديرو فنجان حليب دافي ونعبرو به ثاني فنجان بلوتو عندنا فنجان ثاني تاع ما دافي، مغرف كبيره زيت، مغرف كبيره ماشي معمره تاع خميره الخبز، ومغرف ثاني كبيره ماشي معمره تاع سكر عادي، ملح. نخلوهم هادو كاع نخلطهم في حبه، نخلوهم يريحوا واحد 10 دقائق حتى 20 دقيقه، ومن بعد نزيدوا عليهم هذا السميد من داك الرقيقه، رقيق كاع ديروا به. عندنا فنجان ثاني، ومن بعد نبداو نزيدوا في لافارين. دوك وانا نخلط وتشوفوا كيفاش لاباط تولي صافي، ما نيبسوش بزاف لاباط، تولي ابان تلصق في يدينا. ونيتيليزو لهنايا الزيت اللي يبقى نيتيليزوه باش تجينا سهله للعجين. تفاصيل انا ما غاديش نعجنها بزاف، يا ربي واحد 2 مينوت قلت لكم انا لاباط اللي تكون فيها بزاف لافارين ما نعجنهاش. دوك نخلط قدامكم وتشوفوا. كما راكم تشوفوا هنايا خمرت، خليتها مع با 10 مينوت باسكو لا كويزين عندي حاميه شويه. غادي نزيد مغرف تاع زيت ونزيد السميد، مغرف تاع ملح، ونكمل بلا فارين. شوفوا لا فارين يا ربي دير لي واحد الربعه هكا تاع فناجيل ولا حتى ربعه ونص، سا ديبون لا فارين اللي تكون عندكم، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. عليها غادي ندير قدامكم وتشوفوا لاباط كيفاش تجي تلصق في اليدين. Thank you.
كما شفتوا هنايا ما عجنتهاش، غير لميتها ودرت لها الزيت باش ما تعتقاش تلصق في يدي. خليتها نزلت واحد الخمس دقائق ودروك غادي نقطعها. ياك بغيتوا تقطعوها صغيره كبيره هذيك تبقى عندكم صافي، انا باغي نقسمها اون سيس. موني قسمت العجينة تاعي، خليتها تاني تنزل واحد الخمس دقائق حتى عشرة، وغادي دربك نرمدها في هذا السميد الرقيق داكوغ، ونخليها تاني تنزل واحد تاني مينوت ونحلها بالحلال ونخليها تخمر. كما راكم تشوفوا هنايا من حليت المطلوع غطيته بان طوخشون، خليته يريح واحد 15 مينوت حتى 20 دقيقه ماشي حاجه. الا كنتوا في المشتى وكانت البرد ديروا ان طوخشون شويه سميد وحطوا المطلوع تاعكم وزيدوا ان طوخشون غطوا به داكوغ. الوغ البطبوط ولا المطلوع كما بغيتوا تسموه غادي نطيبه اليوم في المقلة تيفال داكوغ، ماشي في طاجين. غادي نحمي المقلة غير شويه ونحط المطلوع تاعي ونغطيه بالبلاع، هذه أستيوس، نغطيه بالبلاع باش ينتفخ بيان، ونعاود نقلبه، من نقلبه نحي البلاع، داكوغ، نقلعه البلاع ما زيدش ندير به، و سي امبوغتون لا كويسون تاع هذا البطبوط، شاديرو، النار ما تزيدولهاش بزاف، ماشي متوسطة، تحت متوسطة شوية، عطوها الخاطر في المطلوع، هكا باش يجيكم خفيف من الداخل، خفيف وخاوي من الداخل. المطلوع تاعي راه طاب ولا قلت بطبوط ولا كيما بغيتوا، بون الا فرسيتو معناتها بطبوط ولا ما فرسيتوش معناتها مطلوع. شوفوا هنايا غادي نحل لكم حبه،
اختصار سيته كما شفتوا درت فرماج اون كوش ا فرماج ومن بعد درت اسكالوب قليته مع شويه ملح فلفل الكحل ار دو بروفونس اللي هي اعشاب عطريه وشويه كبابه وشويه ايبيس تاع بولي سبيسيال دجاج ومن بعد درت اون كوش تاع شويه مايونيز ودرت لي فخيت نقول لكم صحه فطوركم وتهلاو لي في روحكم ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.